دوما وللسعادة منها. اللباس العام في الشريعة في المرأة إنما جاء لستر المرأة وألا يبدو منها ما يفتن الرجال، وكذلك أيضا يؤثر على عفتها وطهرها. ولهذا جاء الله عز وجل بالأمر بشريعته بحجاب المرأة، كما في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر الله عز وجل النساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. ولهذا قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال: عبد الله بن عباس أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن إذا خرجنا. وهذا جاء أيضا عن جماعة من السلف وغيرهم. وجاء في ذلك أيضا النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والحث على ذلك. جاء أيضا عن الصحابيات عليهن رضوان الله، جاء عن عائشة وجاء عن أسماء. وأما ما يتعلق بمسألة من يقول إن السلف الصالح كنا يكشفن وجوههن، هذا من الأمور الخاطئة، ولا أعلم صحابية ولا تابعية ولا من أتباع التابعين كانت تكشف وجهها، وهذا في دواوين السنة لا في السنة المعروفة المسندة، ولا كذلك أيضا في كتب السير. وقد كنا على هذا حتى المرأة إذا كانت حاجة محرمة أو معتمرة فإنها كانت تغطي وجهها عند الرجال. ولهذا قد روى الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ من حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: كنا نحج ونغطي وجوهنا ونحن محرمات. قالتها فاطمة في حجها مع أسماء عليه رضوان الله تعالى، وكذلك عائشة عليه رضوان الله تعالى وهي أم المؤمنين كما جاء في البخاري في قصة حادثة الإفك في قصة إتيان صفوان بن المعطل لها. قالت: وكانت نائمة وقالت: وكان قد عرفني قبل الحجاب فخمرت وجهي. وهذا أيضا كانت عائشة تأمر النساء ولو كنا محرمات. وقد روى مسدد في كتاب المسند من حديث إسماعيل بن خالد عن أمه وكذلك أختي أنها دخلت على عائشة فقالت: إن هنا امرأة لا تغطي وجهها وهي محرمة، أو تأبى أن تغطي وجهها محرمة. فقالت عائشة وأخذت بخمارها من على صدرها وضربت به على وجهها. يعني أنها جاءت شاكية لامرأة تظن أن تحريم النقاب المرأة في حال الحج أنه مانع من تغطية الوجه بالكلية، ففعلت عائشة عليه رضوان الله تعالى إنكارا لها ذلك الفعل. وثمة وقفة يسيرة فيما يتعلق في قضية الحج. ما قضية الحج تحريم النقاب على المرأة ليس تحريم التغطية، ثمة فرق بين الأمرين. لهذا جاءت الشريعة بالنهي عن شيء مفصل على الوجه، لأن النقاب يفصل كحال القفاز. لهذا جاءت الشريعة بنهي المرأة عن لبس القفازين ولم تنهى عن تغطية يدها بعباءة ومنديل وغير ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمر الوجه. ومن يتشبث بمثل هذا الأمر لا شك أن تشبثه في ذلك خاطئ. لهذا تجد أن الرجل مثلا يغطي مأمور بتغطية عورته ونحو ذلك، لكنه منهي عن لبس السراويل ومأمور بغيره. فهل نهيه عن لبس السراويل من ذلك جواز له بأن يكشف عورته؟ لا يمكن أن يكون مثل هذا الأمر، مع اختلافي في هذا الجانب ما يتعلق بما تؤمر المرأة بتغطيته وما يؤمر الرجل بتغطيته، إلا أن النص جاء في ذلك في سياق واحد، مما يدل على أن هذه القضية مراد بذلك هو النهي عن ترفه المرأة وترفه الرجل بنوع من اللباس تفعله المرأة في حال ترفهها ونحو ذلك. لهذا مأمورة بتغطية وجهها. جاء ذلك عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، كذلك أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله في ظاهر كتابه الأم. ولهذا الشافعي عليه رحمة الله يقول في كتابه الأم بمعناه، يقول: إذا جاء الرجل والمرأة يعني إلى الطواف يستحب أن يطوفوا أول وصولهم، إلا المرأة فإنها تطوف ليلا حتى لا يراها الرجال. وكذلك أيضا في أمرها في المرأة أن تغطي وجهها حتى لو كانت في الطواف، كما جاء عنه أيضا في كتابه الأم. الإمام مالك رحمه الله مع أن المرأة يحرم عليها لبس النقاب ويرى أن المرأة إذا لبست نقاب عليها الفدية، قال: إذا كان عند الرجال تغطي وجهها ولا يجب عليها الفدية، أسقط الفدية الواجبة لأجل تغطية الوجه، وجعل ذلك ناقضا لذلك التحريم. فالإمام مالك والشافعي مع أنهما يريان يعني أن المرأة إذا تنقبت من غير حاجة يجب عليها الدم، يسقطان الدم عليها ويقولان بتغطيتها عند ورود الأجانب. وكذلك نجد أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى على هذا الأمر، لا الإمام أحمد رحمه الله ولا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة. ثمة قول يقول به البعض أنهم ينسبون لجمهور الأئمة الأربعة أنهم يقولون بكشف الوجه، هذا من الأمور الخاطئة،
هذا مما ينسب من الأقوال الخاطئة، وهذا وجد في كلام الفقهاء من أصحابهم من المتأخرين. أما الإمام مالك رحمه الله فإنه يقول بالمرأة المحرمة التي يحرم عليها أن تنتقب أن تغطي وجهها عند الرجال. كذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم قال الرجل والمرأة يستويان في أنهما إذا أتيا إلى مكة وهم يريدان العمرة أن يبتدئ بالطواف، إلا المرأة إذا كانت شابة فإنها تطوف من الليل حتى لا يراها الرجال، وهذا في كتاب الأمة وهو في أصح كتبه. كذلك ما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله في كتاب الموصود كما نقله محمد بن حسن فإنه تكلم على هذه المسألة في أنه يتأكد للمرأة تغطية وجهها، والنصوص في ذلك أيضا على الإمام أحمد رحمه الله في ذلك مشهورة. فالإمام مالك والشافعي مع أنهما يريان على أن المرأة إذا تنقبت من غير حاجة يجب عليها الدم يسقطان الدم عليها ويقولان بتغطيتها عند ورود الأجانب. ولهذا تجد العلماء يتفقون على مسألة أن المرأة إذا كانت جميلة أنه يحرم عليها أن تكشف وجهها، وقد نص على هذا الإجماع إمام الحرمين الجويني وهو من الشافعية وكذلك ابن رسلان وكذلك ابن حجر وغيرهم من أئمة الإسلام. هناك من ينسب للإمام الشافعي قولا صريحا بجواز كشف المرأة لوجهها، وهذا لا أعلمه لا في كتابه الأم ولا في كتابه أيضا ما نقله من أصحابه سواء ربيع بن سليمان المرادي المؤذي المصري ولا المزني ولا كذلك أيضا البويطي، ولا من أعلمه من أصحابه من نقل عنه قولا صريحا في هذا الباب بالجواز، وإنما المعروف عنه التأكيد على القول بتغطية المرأة لوجهها. نعم يوجد فقهاء شافعية يقولون بهذا الشيء، ولكن الإمام الشافعي عليه رحمة الله لا أعلمه في كتبه. كذلك الإمام مالك رحمه الله ربما بعضهم ينقل عنه بعض النصوص التي يجيز للمرأة أن تكشف وجهها، وهذا أيضا من النقول الخاطئة، وذلك أنهم لا يفرقون، أن الإمام مالك رحمه الله يفرق بين المرأة المتجالة، المرأة المتجالة الكبيرة، وبين غير المرأة المتجالة جاء فيها في كلام الله عز وجل والقواعد من النساء. الله عز وجل استثنى من القواعد من النساء القواعد، وهذه القاعدة القاعد من النساء يجوز لها أن تكشف وجهها وألا تضع الزينة. إذا قلنا أن الخطاب الله عز وجل في كلامه سبحانه وتعالى لا يتعلق بالوجه، إذن ما الذي أباح للقاعدة أن تكشف؟ لا يوجد شيء تكشفه، لأن الشعر حتى على العجوز الكبير لا يجوز أن تكشفه، ولهذا الله عز وجل يقول وإن يستعففن خير لهن. جاء عن حفصة بنت سيرين بإسناد صحيح أنها كانت تنتقب وهي عجوز فيقال له إنك امرأة كبيرة، والله عز وجل يقول والقواعد من النساء، قالت أكمل الآية، قال الله عز وجل وإن يستعففن خير لهن. الإمام مالك رحمه الله كما في كتابه الموطأ سئل عن المرأة الرجل يسلم على المرأة قال إذا كانت شابة فلا. يستدل بعضهم في كتاب الموطأ الإمام مالك يجيز للمرأة أن تأكل مع الرجل، فكيف يجيز لها أن يجوز يحرم عليه أن يسلم عليها ويجيز لها أن تأكل معه؟ لا يمكن أن يتوافق هذا. الإمام مالك رحمه الله يفرق بين المرأة المتجالة الكبيرة وبين المرأة غير الكبيرة، فهذا يمنع ولهذا ينزل عليها تلك الأحكام، وهذا لا أعلمه أيضا نصا عن الإمام مالك رحمه الله ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد. نعم يوجب عن جماعة من الفقهاء من الشافعي والمالكية بعده ممن يقول بهذا القول، ولهذا نقول النصوص في هذا ظاهرة بينة. أولا بالنسبة لهذا الخلط الذي تشير إليه كما تقدم الكلام عليه في تصدير هذا اللقاء، وهو أن مرد الوصف الشرعي في مسألة الغلو هو إلى الكتاب والسنة، ليس إلى الذوق والحس، كذلك أيضا ليس إلى العادات. تجد أيضا إذا كنت تقول مثلا إلا أنا أكثر دول العالم الإسلامي تقول بكشف الوجه، فأكثر دول العالم الإسلامي تبيع الخمر بما في ذلك بعض الدول الخليجية، هل يعني أن هذا من الأمور المباحة ونحو ذلك؟ كذلك أيضا الزنا بين الطرفين برضاهما أن هذا من الأمر المشروع حتى نظاما في بعض الدول الإسلامية وفي جل دول العالم، هل يعني ذلك أن هذا من أمر الصواب؟ الحكم في ذلك ورده أن نحكم على بعض التصرفات أنها تصرفات خاطئة، ومرد الحكم الشرعي إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يناكف المفاعل الذي فعل هذا الأمر بإخراجه من الدين، وإنما نقول نوع تقصير وقع في المجتمعات ينبغي أن يصح ويرجع إلى طريق الحق والهداية. هذه العبارة التي يستعملها كثير من الناس أن أكثر الناس على خطأ وأكثر الناس على خطأ وأنتم على صواب نحو ذلك، هذه بالإمكان أن تستعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعملوها مع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يأتي هذا الرجل من الجزيرة العربية ويدعو إلى هدم الأوثان، وتصور أن هذا الأمر يدعو إلى شيء ساد بلدان العالم وهي الوثنية، فجاء بحركة التصحيح التي ناكفه عليها وقاتل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعملوا ذات المصطلح. هذا المصطلح الذي يستعمل باستطاعتنا أن نأتي بكثير من التصرفات عامة العالم الإسلامي والانفلات بل في بعض بلدان المسلمين لا يعني وجود هذا الشيء الصواب. تجد أن كثيرا من الناس يطلق البصر، تجد من كثير من الناس يغتاب ونحو ذلك، هل يعني هذا تصحيح؟ لا، أن نقول أن ولا أن الأمة الإسلامية ولا ولحمة، وثمة أخطاء ينبغي أن تصحح، ومرد ذلك إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه نصوص، كذلك أمهات المؤمنين، كذلك غير أمهات المؤمنين.
حميد.